هناك فقط من يهتم بمصالحه السياسية، هناك فقط من يهتم بفكرة إعادة إدماج الإخوان مرة أخرى فيما يسمى بالمصالحة وخلافه. لكن وقولا واحدا، ونحن بعد مرور كل هذه الشهور وكل هذه الأيام، مستقبلنا يمر دقيقة بدقيقة ونحن نحارب الإرهاب، أقول أن كل ساعة بتمر بيتأكد الشعب المصري، وعليه أن يتأكد، والمتشكك عليه أن ينظر نظرة بقلب محايد، بقلب نظيف، لا ينظر بأهواء ولا ينظر بالهوى. هل يمكن في يوم ما أن ينصلح أو يتم إعادة التفكير، أو كما كنا نستمع فيما مضى للجماعة الإسلامية وخلافه أن هناك مراجعات، هل يمكن أن تجرى مراجعات؟ الإجابة القطعية في تقديري، وقد أكون وأتمنى أن أكون مخطئا، أن من ينتمي إلى الإخوان لا يتراجع عن أفكاره، لا يتراجع إخواني عن أفكاره. ده صبح صالح حكى ودعا في يوم ما، قال اللهم أمتني على الإخوان، وكان الإخوان دين جديد ظهر بإشارة ربعة. هذا الدين أعتقد أنه كفر الناس بهذا الدين، كفر المصريون بدين الإخوان إذا كان هذا دين قد سنه حسن البنا. في كل الأحوال، كل نقطة دم بتراق على هذه الأرض في رقبة هؤلاء، ليس فقط الذين نفذوا ولا الذين خططوا ولا الذين مولوا، وإنما الذين أفتوا والذين صمتوا على هذه الفتاوى، والذين استحسنوا ما يجري، والذين صمتوا رغم علمهم أن هذا يمثل إفسادا في الأرض.